خلال اختتام ورشة حول مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي اليوم ثلاثاء بالرباط إن النتائج المرضية التي تم تحقيقها بفضل هذا المشروع جعلتنا نطمح إلى إنجاز مشاريع مشابهة على طول السواحل الوطنية. هي حصيلة تعطينا اليوم نموذج للتدبير المندمج الذي أعطى محصلة الارتقاء الاجتماعي لأكثر من 500 من الصيادين والفلاحين والنساء، وأعطى كذلك معادلة جديدة هو أن التنمية المستدامة هي حل ونموذج يعكس الإشكالية الاجتماعية، وكذلك هو حل للنهوض الاجتماعي للشباب للنساء، وخاصة أن يكون كذلك الموارد الطبيعية المائية حفاظها تثمينها تدويرها هو أيضا مدخل للارتقاء الاجتماعي. من جانبها قالت مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي السيدة ماغي فرانسواز ماغينيلي إن المغرب يتوفر على ساحل مهم يتطلب اعتماد مقاربة جيدة للحكامة واستخدام الموارد البحرية الطبيعية. Alors le projet GIS que se trouve au milieu donc de tout cet arsenal et c'était vraiment donc هذا المشروع يجسد الابتكار لبلوغ مقاربة مندمجة على مستوى المناطق الساحلية. لقد سنحت لي الفرصة لزيارة الموقع، والعمل الذي تم القيام به هو فعلا رائع. فأعمال إعادة التهيئة من شأنها أن تحافظ على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، وهذا أمر مهم للغاية باعتباره موقعا يخص الإنسانية. هناك شيء آخر أثار إعجابي هو انخراط ساكنة المنطقة في إنجاح هذا المشروع، وأكاد أجزم أنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا الحجم من الانخراط المجتمعي والمؤسسات المحلية والوطنية. des institutions locales et des institutions nationales. ويهدف هذا المشروع إلى التطبيق النموذجي لمقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية وتقوية القدرات المحلية في مجال إدماج هذه المقاربة في مخططات العمل الجماعية، وكذا الإسهام في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية.